ومعنا مشاهدينا الكرام من بيروت هاتفيا دكتور طارق شندب الباحث في القانون الدولي. مرحبا بك دكتور طارق. السلطات الحكومية في العراق تحتجز أكثر من 19,000 شخص بتهمة الصلة بتنظيم الدولة، ما مدى قانونية هذه الاحتجازات خصوصا أنها لم ترد في بيانات وزارة الداخلية؟ ألو، نعم دكتور طارق تسمعوني؟ دكتور طارق تفضل تفضل. سألتك عن مدى قانونية احتجاز السلطات الحكومية في العراق أكثر من 19,000 شخص بتهمة الصلة بتنظيم الدولة. أولا يعني هذا قانون ما يسمى بالإرهاب أو مكافحة الإرهاب يطبق فقط على أهل السنة في العراق، وذلك حتى قبل نشأة داعش وغير داعش منذ سقوط الدولة العراقية بأيدي الميليشيات الصفوية. وبالتالي جاءت هذه التهم المفبركة من داعش وغير داعش لتكمل ما بدأته هذه الميليشيات من القضاء على السنة، إما بالتهجير أو بتدمير مناطقهم أو بخطفهم وقتلهم ورميهم في الطرقات أو باعتقالهم تحت ما يسمى مكافحة الإرهاب أو تحت ما يسمى اتهامات أنهم دواعش. ماذا عن التهمة لأقربائهم، يعني التهمة بجريرة ذويهم، هل تجوز هذه التهمة قانونيا؟ الأفعال التي ترتكبها الحكومة العراقية وميليشياتها بحق السنة فقط عن أخذ شخص بجريرة الآخر هي أفعال غير أخلاقية وغير قانونية، ونحن شاهدنا ورصدنا عمليات التعذيب الممنهج والموت تحت الاعتقال التعسفي بحق عدد كبير من العراقيين، وكان آخرهم الشيخ الجنابي رحمه الله، حيث ظهرت صوره وعليها آثار التعذيب المشين. وهذا ما يدل على وحشية هذه الميليشيات وهذه ما يسمى بالدولة العراقية التي تمارس أبشع أنواع التعذيب، وهذه جرائم ترتكبها بحق المواطنين العراقيين يعاقب عليها القانون الدولي. معاملة السجناء أيضا دكتور طارق بعنف وارتكاب انتهاكات ضدهم كما تابعنا، ألا يحمل الأمم المتحدة وبعثتها في العراق المسؤولية؟ يعني للأسف المجتمع الدولي ساكت عن الجرائم التي ارتكبت بحق أهل السنة في العراق منذ سقوط بغداد يد القوات الصفوية والقوات الأمريكية والغربية منذ أكثر من 15 سنة، وما زال التعذيب مستمر، القتل، هذه كلها جرائم تسكت عنها الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تعرف أن من يرتكب تلك الجرائم هم الميليشيات الصفوية الشيعية المدعومة من إيران. الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي يدركون بشكل أساسي أن الميليشيات الشيعية هي من تقتل السنة وتذبحهم، ولكن المجتمع الدولي صامت وساكت، بل في بعض منه داعم لهذه الميليشيات. أكثر من 3,000 متهم، ومن ضمن هؤلاء السجناء 19,000 محكوم عليهم بالإعدام، هذه النسبة الكبيرة، إلى أي مدى تضع القضاء في العراق على المحك؟ وأيضا مع اتهامات منظمات مثل العفو الدولية بانتزاع اعترافات بالإكراه. نحن شاهدنا سابقا على شاشات التلفزة عندما جاء ببعض المتهمين للإدلاء باعترافاتهم وجاءت بهم الحكومة لتصورهم للعالم، كيف قاموا وقالوا أنهم يريدون بإفادتهم تحت التعذيب وتحت ضغط القتل والتهديد بقتل أزواجهم وبناتهم وانتهاك أعراضهم. منظمات الحقوق الدولية مثل هيومن رايت ووتش وأمنيستي وغيرها وثقت الكثير حالات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة، حتى أن بعض المنظمات الدولية الحقوقية وصفت القضاء العراقي بأنه قضاء إرهاب. تصور أن منظمة حقوقية دولية ذات مصداقية تقول أن القضاء العراقي هو قضاء إرهاب، يمارس الإرهاب على الشعب العراقي خدمة لأجندات سياسية للحكومة والميليشيات العراقية. هذا هو وضع العراق، وبالتالي مطلوب من لفتة دولية حقيقية لمعالجة هذه الانتهاكات
التي ترتكب خصرا بحق أهل السنة في العراق. بالتلفق مع هذا التقرير لوكالة أسوشيت بريس، اعترفت قيادة عمليات نينوى بمقتل إمام جامع تحت التعذيب بعد اعتقاله كما أشرتم دكتور طارق قبل قليل. نعم. ما مدى واقعية ادعاءات الحكومة في العراق أنها تسعى إلى المصالحة المجتمعية؟ المصالحة المجتمعية لا تتم إلا عن طريق محاكمة هؤلاء المنتهكين وإنزال العقوبات التي يستحقونها والتعويض على الضحايا، ولكن ما نراه هو عكس ما نسمعه من قبل الحكومة العراقية، هو استمرار في التعذيب، في الاعتقالات التعسفية، في قتل المشايخ والعلماء السنة وكل من يرفع صوته في مواجهة الميليشيات الشيعية، قتلهم تحت التعذيب أو قتلهم بواسطة الدريلات أو قتلهم بواسطة القذائف أو القصف في مناطقهم كما حصل مع الموصل ومع غير الموصل بتهم داعش وغير داعش. للأسف ما تقوم به الحكومة العراقية هو كان في السابق وما زال تهجير للسنة من مناطقهم، هو ما يسمى في القانون الدولي بجريمة ضد الإنسانية وجرائم حرب. ما جرى بحق مناطق السنة في العراق هي جرائم يندى لها جبين البشرية، هي جرائم لم ترتكب في التاريخ من قبل في التاريخ المعاصر، والكل يعرف ماذا حصل في الموصل وما حصل في غير الموصل، ولكن للأسف السكوت الدولي والتآمر الدولي على العراق وعلى علماء العراق وعلى السنة في العراق بالذات جعلهم يدفعون هذا الثمن الغالي، ولكن لابد أن يأتي يوم يتم محاسبة هؤلاء القتلى والمسلمين. شكرا جزيلا لك من بيروت دكتور طارق شندب الباحث في القانون الدولي.